دارونا حصار بوليسي حكر Yeah.
شانجمون راديكال. حروا بلادنا، استرجعوا السيادة تاع بلادنا. يا جماعة يا جماعة، نقول لك لكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما لازمش ننساو خاوتنا، خاوتنا في الحباس بعد عام الحراك. ما زال قمح، ما زال اعتقالات، ما زال خاوتنا في الحباس. ما لازمش ننساو، لازم كيما هما في الحبس. غدوة غدوة كبر، يبداو يردو فينا بالوحي. كبر كانوا لك راسهم، لازم تفهموا، تفهموا الوحدة، الوعي والسلمية. هادو ما خرجوش عليهم. السلام عليكم خوتي. سلام. لازم لكم قاعد تعرفوا باللي اليوم دخلنا في العام الثاني تاع الثورة السلمية تاعنا. الآن ما ولات القضية قضية حراك، ولات القضية قضية وقوف بصف الحق وبصف الباطل. وأنا رانا على حق، وربي ينصر الحق إن شاء الله. الحاجة الثانية، راكم شفتوا كاع الفيديو تاع الزميل تاعنا محمد اللي قاموا الشرطة باقتياده المكان معزول وضربوه. باعوا ضربات على الوجه اللي كسروا النيف تاعو. حنا الاولاد اللي في هذه التصرفات الوحشيه. يا جماعه اخبركم حاليا كيما رانا دوك، كاين سامي بتاعنا، كاين بعض الطلبه راهم يتشرعوا حاليا في محكمه المنطقه. ويسو خونا خونا الياسو خوتنا كاع، قولوا لهم بلي رانا معاكم ورانا جميع معتقلين حراك ومعتقلين الراي ومعتقلين الرايه. يا خوتي لازم تضمنوا معاهم. كاين امر اخر، كاين امر اخر يا خوتي، ما لازمش ذكر خونا ويعاودوا يدونا العلم. انا شفنا كل شهر شهرين يجيبونا حكايه جديده، لازم نريحوا الوحده تاعنا. كان حاجه تريسا فوقهم يا خو يا خوتي. هاد الدوره دوره فكر، دوره افكار، تحررنا بزاف قيود يا خوتي. وعي خوتكم، وعي جارك، وعي خوك صغير، وريني انا معاك، وعي ليلي جميع واحد وين تروح؟ انشر الفكر ديالك، انشر الوعي ديالك. يا جماعة يا جماعة، كاينة حاجة، كاينة حاجة، هما هاد الحراك راه داير اوبستاك. هاد الحراك هي حياتنا، هاد الحراك ما راهوش مسيرة تاتا الجماعة، راهو عايش فينا ورانا عايشين فيه. هاد الثورة احنا عايشين فيها ورايا عايشة فينا. هنا علمنا مع الحياة تاعنا